هذا وقالت ياسمين ملاح زوجة الصحفي عدلان ملاح إن زوجها طلب خلال جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء من القاضية السماح له برؤية ابنه، وهو الطلب الذي وافقت عليه القاضية. ونقلت ياسمين ملاح على لسان زوجها عدلان ملاح أنه سيدخل في إضراب عن الطعام إلى غاية 25 من الشهر الجاري، مطالبا بإعادة محاكمته محاكمة عادلة. وكانت السيدة ياسمين ملاح زوجة الصحفي عدلان ملاح القابع خلف القضبان ظلما وتعسفا، أكدت أنها التقت زوجها على هامش جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء 18 من ديسمبر 2018 بإذن من المحكمة، وخول لها التصريح بما يلي: إن عدلان ملاح قد شرع في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم الأربعاء 19 من ديسمبر 2018 تضامنا مع هيئة دفاعها التي انسحبت جماعيا من جلسة المحاكمة احتجاجا على الخروقات الخطيرة الساعية إلى تسييس القضية وإخراجها من إطارها القضائي. أن عدلان ملاح بدخوله ابتداء من اليوم في إضراب عن الطعام يفضل الموت على قبول الظلم والتعسف والدوس على قوانين الجمهورية. عدلان ملاح يحمل هيئة المحكمة مسؤولية أي قرارات وأحكام مسيسة قد تصدر عنها خارج الأطر القانونية. أن عدلان ملاح وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية للمرة الثانية في أقل من شهر إنما يدافع عن كرامة الصحفيين الجزائريين وكذا الشعب الجزائري عموما وحقهم في محاكمات عادلة بعيدا عن التوظيف السياسي. إن الإضراب عن الطعام هو رسالة إلى السلطة القائمة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل التدخل ليس فقط لإنقاذ عدلان ملاح من الظلم والتعسف، وإنما أيضا لإنقاذ العدالة الجزائرية من مخاطر التوظيف السياسي لصالح أجندات لها علاقات بالرئاسيات وتستهدف أساسا الانقلاب على إرادة الشعب الحرة. أن عدلان ملاح مدين لكل الجزائريين الذين تضامنوا معه من كل ربوع الوطن، خاصة الذين تكبدوا مشقة السفر لحضور جلسة المحاكمة، ويعدهم أنه صامد وصابر ومكافح من أجل كرامة كل الجزائريين. ويضيف عدلان ملاح في بيانه أنه مدين لعشرات المحامين الذين حملوا قضيته وآمنوا بها ودافعوا عنه باستماتة، وأنه متضامن معهم في انسحابهم دفاعا عن شرف المهنة واستقلالية القضاء.